الله الرحمن الرحيم. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها
زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال يا مريم أنى لك هذا
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا من الصالحين. الله أكبر. قال كذلك
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله
وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله يا ابو النبي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ومن كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. أيوة الله.
وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا مصطفى انت عقلي انا اسمك يا مصطفى اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك. الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق
خلقكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. وأبرئ لكما ولا برص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ لكما ولا برص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاتقوا الله وأطيعون.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة
وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يا روحي يا روحي وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل مثل عيسى عند الله كمثل آدم
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما أقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا. إن
هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.